الدكتورة حنان الشحات آخر محاضرة بقى هتقدم لنا رول اوف اميونو هيستيو كيمستري في المالجننت بلورال افيوجن. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية كل شكر للأستاذ الدكتور إبراهيم المحلاوي وجمعية النيل وللدكتورة زينب سلام على الدعوة الكريمة للمشاركة في المؤتمر. اسمحوا لي النهاردة أنا هتكلم على الرول of immune histochemistry in malignant pleural effusion. مين اللي هنشرح ببساطة ايه هو الاميون هيستوكيمستري وبعدين نتكلم عنه في البلورال افيوجن؟ طيب هو الفكرة ببساطة بتاعت الاميون هيستوكيمستري، انا بستخدم انتي بوديز دايركتد تورز انتجين موجودة في السبيسمن اللي انا باخدها من البيشنت سواء كانت تيشو بايوبسي او سيتولوجيكال بايوبسي. لو حصل انتجين انتي بودي رياكشن طب انا هديتكت ازاي؟ يا اما عن طريق ان انا بستخدم انزيم بيطلع لي كولورد ماتيريال اقدر اشوفها في الميكروسكوب، او بستخدم فلوريسنت داي اقدر اشوفها برضو بسبيشال ميكروسكوب. خلينا نشوف بقى الاسم ده جايب الروتس بتاعته منين. اول حاجه عندي اميونو دي تساوي انتي بوديز، الهيستو التشو، لو قلت اميون سايتوكيمستري هيبقى سايتولوجيكال بلوك، وده الكيميكال رياكشن اللي بيحصل عندنا. سو باي ديفينيشن ده لابوراتوري ميثود ذات يوزد انتي بوديز تو تشيك فور سيرتن انجينز in a sample of tissue او طبعا في السيتولوجي. في عندي تو ستيبس مهمين للرياكشن دهوت، اولهم ان انا بعمل preparation للتيشو سبيسمن واعمل انجين ريترايفل. البريباريشن للتيشو سبيسمن زي ما احنا شايفين طبعا ادي اول حاجه العينه بتاعتي بحطها في بارافين بلوك وبعمل منها السكشنز. تيجي هي دي الحته الاساسيه بتاعت التيست كله. انا بحط سبيسيفيك انتي بوديز لما بدور على تيومر معينه او مالجنسي معين بحط الانتي بوديز دهيت، ولما بتلاقي الانجن بتمسك ويبتدي ده يديني الرياكشن اللي احنا قلنا عليه الكالرد رياكشن، وببتدي اعمل له اكزامينشن اندر ذا مايكروسكوب. لو بوزيتيف هيبقى في مالجنسي، لو نيجاتيف هيبقى مفيش. الجزء المهم هو ده هوت، خلينا نشرحه بالتفصيل اكتر. في عندي نوعين للاميون هيستوكيمستري اكوردنج انا بستخدم كام نوع من الانتي بوديز. لو انا هستخدم 1 انتي بودي ده بنسميه برايمري انتي بوديز، وده بيبقى تاجد هنا للفلوريسنت داي او للانزيم، ده بنسميه دايركت اميون هيستوكيمستري. طيب لو انا هستخدم نوعين، انا استخدمت البرايمري انتي بودي بتاعي هنا اهو ده اهو، لكن استخدمت انتي بادي سبيسيفيك للانتي بادي بقى، يبقى انا استخدمت هنا ايه سكندري انتي بادي، وذر بقى كومبايند لانزيم يديني كيميكال كالرد رياكشن او للفلوريسنت داي. طيب ويتش از ويتش؟ قالوا الاندايركت مور اكوريت، الاندايركت مور اكوريت. وبتبتدي من هنا تظهر مجموعه من التيرمز احنا هنقولها ان سمبل مانر عشان لما نيجي نطلب او نيجي نتكلم عليها نبقى عارفينها. الاميون هيستوكيمستري زي ما قلنا بعمل الانجين انتي بودي رياكشن دوت في تيشو سبيسمن، السيتوكيمستري بعملها في السيل بلوك. طيب ايه الفرق بين كلمه كروموجينيك اميون هيستوكيمستري واميونو فلوريسنس اللي هي الميثود اوف ديتكشن؟ اللي انا هستخدم فيه الانزيم هو ده اللي بيديني كالرد، ده بسميه كروموجينيك اميون هيستوكيمستري. يعني الفيجر ده هو هنا مستخدم البرايمري والسكندري يبقى ده اندايركت، وبيستخدم الانزيم فبيديني كالرد ماتيريال، ده يبقى ده كروموجينيك اميون هيستوكيمستري. Another example للاميون فلوريسنس هي الميثود اوف ديتكشن عن طريق ان هو يبقى كونجيجيتد هنا للفلوريسنت داي، وبالتالي ده انا بقول بسميه اميونو فلوريسنس، يبقى ده او ده دول ميثود اوف ديتكشن. خلينا نشوف شكل الستيرنج باترن مع الكيميكال رياكشن اللي هو الكروموجينيك اميون هيستوكيمستري. لما بيبقى نيجاتيف ادي السلايد الاولانيه خلاص، لو البوزيتيفيتي على مستوى النيوكليات ده بيبقى الشكل ده السيتوبلازميك، وده الممبرين ممبرينوس بوزيتيفيتي، ده طبعا ده الفلوريسنت داي ده اللي بنشوفه تحت سبيسيفايد مايكروسكوبس. طيب هل ليها فاليو كدياجنوستيك؟ اه طبعا في ميني فيلدز، اه
ممكن كلينيكال باثولوجي انفكشوس والماليجنسي. وانا النهارده هتكلم مينلي على الماليجنسي. احنا اكتشوالي بنقول ان احنا لو شخصنا بالهيستولوجي ممكن نشخص مالجنسي، لكن لوحده ما بيبقاش كافي، فبنضيف عليه الاميون هيستوكيمستري، سبيشالي لما بيكون الحالات الميتاستاسيز والبورلي ديفرنشيتد سيل كارسينوم. طيب في كاتيجوري كبيره مهمه جدا بنسميها كانسر اوف انون برايمري. بلاقي عندي متاسس بس ما مش قادر احدد البرايمري بتاعي، هل الاميون هيستوكيمستري تساعدني؟ اولا المجموعه دي كلها بتمثل 3-5% من حالات الكانسر. لما بستخدم الاميون هيستوكيمستري بعمل ناروينج للدياجنوزيس بتاعي واقدر اوصل البوسيبلي ايه البرايمري اوريجين بتاعها. خلينا بقى نتكلم على النقطة المهمة اللي احنا فرشنا ليها عشان نوصل هو بيعمل ايه بقى مع البلورال افيوجن. كلنا عارفين البلورال افيوجن ده مشكلة كبيرة لانه ليه ميني ايتيولوجيز. المالجنت بلورال افيوجن ده برضو اكبر مشاكل لانه ليه كوست كهيلث كوست وايكونوميكال كوست على البيشنت، والايدنتيفيكيشن بتاع الاوريجن بتاع البلورال افيوجن برضو بتبقى من الحاجات الصعبة، لكن الحاجات اللي هي ابديت دي بقت بتساعدنا في الحدود. المالجنت بلورا افيوجن لما بيحصل فيه اسكيبنج للمالجنت سيلز وتوصل للبلورا خلاص هو كون لنا المالجنت بلورا افيوجن. طب اسبابه ايه؟ خلينا نقسمهم 3 مين كاتيجوريز. اول حاجه البلورال برايمري تيومر اللي هي الميزوثيليوما. تاني حاجه دايركت انفيجن فروم برايمري ثوراسيك تيومر، يبقى جوه الثوركس جاي منين؟ من اللنج، من البريست او من الليمفوما. المجموعه الثالثه اللي هي الميتاستاتيك سبريد فروم ديستنت برايمري. يبقى دي الثلاث مجموعات الاساسيه بتوعنا. ان جنرال عشان اشخص حاله افيوجن انا بمشي في سكتين، الكونفنشنال والبيولوجيكال ماركر. الكونفنشنال وذر بايوكيمستري سيتولوجي هيستولوجي مايكروبيولوجي ايمونولوجي، وده بيشخص لي 70% من الحالات. البيولوجيكال ماركر هنبتدي هنا بقى الاميون هيستوكيمستري الاميون سيتوكيمستري والسيتوجينيتكس. المقصود بالسيتوجينيتكس ان انا بدور على سيركليتنج تيومر سيلز في البلورال فلويد وابتدي اعمل لها بقى مجموعه الاومكس الجينومكس ترانسكريبتومكس اند سو اون. ده بيشخص ل 21%، فبالتالي لما يبقى كومباين مع بعض هبتدي اوصل 90% دياجنوزس لحالات البلورال افيوجن. طيب الجولد ستاندرد تيست فور دياجنوزس اوف مالجنت بلورال افيوجن هو السيتولوجي، لكن ما بنقدرش نعتمد عليه، السنسيتيفيتي بتاعته قليله لان المالجنت سيلز في الفلويد بتبقى قليله، وبقدرش اكشوالي افرق التيومر سيلز من البروفريتنج ميزوثيليال سيلز او انفلاماتوري سيلز. يبقى انا محتاج حاجه تفرق لي هل دي فعلا مالجنت ولا ده ميزوثيليال رياكشن وفيه جاست بروليفريشن. وبالتالي انا بعمل ايفالويشن لسيفرال ماركرز عشان نعرف احنا الاوريجن اوف سيلز اللي موجوده ديت اللي احنا بنسسبكت على اساسها ده جايه منين. نبتدي بقى ازاي هنشخص المجموعات اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي بتعمل مالجنت بلورال افيوجن عن طريق الاميون هيستوكيمستري. اول حاجه هنتكلم على البلورال ميزوثيليوما. المشكله الاساسيه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاوفرلاب في المورفولوجي ما بين الميزوثيليال بروفريشن والمالجنت ميزوثيليال سيلز. طيب ايه اللاندسكيب بتاعتنا اللي هنشتغل عليها او خريطه الطريق زي ما بنقوله؟ هنبتدي بايه بقى؟ هنبتدي اول حاجه ان انا اقول السيلز دي هل هي ميزوثيليال لايننج ولا ابيثيليال، يعني هي الاوريجن بلورا ولا جايه سبريد فروم ذا لانج كانسر، دي حاجه، او من اذر اوريجن. الحاجه الثانيه افرق دي بناين ولا مالجننت، وبعدين اعمل سب تايبنج للمالجننت ميزوثيليوما اتسلف. طيب انا هشتغل بايه بقى؟ اول حاجه عايزين نشوف دي ميزوثيليال ان اوريجن ولا لا. هشتغل ببانلز اوف انتي بوديز. طب استخدم كام بانل؟ استخدم 2 انتي بوديز فور سبيسيفيك لميزوثيليال سيل، ان انا في انجن سبيسيفيك بتقول لي ان دي ميزوثيليال سيل، واستخدم من 2-3 ابيثيليال ماركرز، واكوردنجلي ابتدي امشي اشوف في انهي اتجاه. طيب امتى اقول بوزيتيف وامتى اقول نيجاتيف؟ الكات اوف بوينت ان انا الاقي 10% من السيلز حصل لها ستيننج. احنا زي ما انتم عارفين بنعتمد على الكالرد رياكشن. بواخد الموضوع اسامي الماركرز بس خليني اختصرهم سريعا واقول الموست كومن اللي بيستخدموا ايه. الحاجات البانل اللي انا هستخدمه عشان اقول الميدوسيليال اوريجن
الموست كومنلي يوز الكاريتينين سيتوكراتين 5 and 6 والدبليو تي 1 اللي هي ويلمز تيومر جين ومجموعه اخرى من الماركرز. طيب الابيثيليال لاين هحدده بايه؟ عندنا الاولد اللي بيسموهم الكلودينز الكارسينو امبريونيك انجن والسي دي 15 اند سو اون. طيب الجديد بقى اللي هو الابيكام اللي هو ابيثيليال سيل ادهيجن مولكيول اللي هو ده بيبقى سبيسيفيك للابيثيليال اوريجين. يبقى اذا انا هاخد مجموعه للميزوثيليال لايننج ومجموعه للابيثيليال لايننج وابتدي امشي في هذا الالجوريزم. اول حاجه انا خدت البلورال افيوجن، هاخد زي ما احنا شايفين كده في هذا الاتجاه ان انا هاخد المجموعه اللي تقول لي ابيثيليال فهابلاي الكولودين وابلايد اللي هو ده واحد من الابيثيليال ادهيجن سيل مولكيول فيقول لي دي ابيثيليال اوريجين خلاص هو خد الاتجاه ده انا وقفت عند كده. لا ما طلعش ابيثيليال ولما حطيت الميزوثيليال زي اللي احنا قلنا الكاريتينين والسيتوكراتين 5 اند 6 اللي احنا قلنا الموست كومن طلع لي ان في ميزوثيليال بروليفريشن. حلو قوي، يبقى انا في منطقه الميزوثيليوم. هل دي بناين ولا مالجننت تعتمد على الاوبرفولوجي، هل دي اوفرت مالجننت ولا اوفر بناين. بناين خلاص خلصنا من الموضوع. طيب اوفرت مالجننت برضو تحل الموضوع، دخلنا تحت بقينا في مالجننت ميزوثيليوما. تفضل المجموعه اللي في الوسط ده هي اللي هي تشالنجينج مورفولوجي، لا قادرين نقول بناين ولا مالجننت ولا قادرين نقول دي ميزوثيليوما. هيبتدي بقيه الالجوريثم لغايه تحت هيستخدم مجموعة تانية من الماركرز. خليني برضو أقولهم سريعا وارجع للفيجر ده تاني. في عندنا الباب اللي هو البي ار سي اي اسوشيتد بروتين، السي دي كي ان 2 اللي هو السايكلين ديبندنت كاينيز انهبيتور، 5 اتش ام سي اللي هو 5 هيدروكسي ميثايل سايتوزين، واي زد اتش 2 اللي هو انهانسر اوف زيست هومولوج. كلها اسامي طبعا خلينا ناخد اختصاراتها هتبقى اسهل. دول اللي انا هستخدمهم للمجموعه اللي هي في تشالنج مش قادر احدد دول ايه بالظبط. نرجع للفيجر بتاعنا ونرجع للنقطه اللي كنا واقفين عندها. طيب دول انا مختلف فيهم هابلاي الباب. لو حصل لوس، لو حصل الستيننج لوست مع الباب دي بقت مالجنت ميزوثيليوما، لو ريتين خلاص لسه ستيل في شك ابلاي الماركر اللي بعديه. السيكونس ده الدراسات بتختلف في اختياره لكن المعظم اتفق على هذا الاختيار. الفايف هيدروكسي ميثايل سيتوزين لو حصل اكتر من 50% من السيلز لوس ستيننج بقت مالجنت ميزوثيليوما، ما حصلش ستيل انا برضو في مرحله التشالنجينج بتاعتي استخدم السي دي كي ان 2 اي فلوريسنس. برضو هتقول لي بقى دي اتيبيكال ميزوثيليال سيل بروليفريشن. طيب هل انا اقدر برضو ارول اوت برضو ستيل احنا في حته ما احناش قادرين، لكن اتليست هي اتيبيكال مش قادرين نقول عليها مالجننت ميزوثيليوما. طيب الميزوثيليوما نفسها المالجننت ميزوثيليوما هي ليها ديفرنت سب تايبس، عندي الابيثيليويد وعندي الساركوماتويد وعندي الباي فيزيك. ساعات كمورفولوجي ما بنقدرش نفرقهم قوي فقال لك الاميون هيستوكيمستري يساعدني في الحكايه دهيت. خليني ادي الثلاثه تايبس بتوعي افرق بينهم ازاي. اول حاجه ما بين الابيثيليويد والساركوماتويد لقوا ان سيتوكراتين اميون ستيننج هيبقى بوزيتيف في الساركوماتويد. لو انا عايزه افرق الباي فيزيك لوحدها هلاقي الفايف هيدروكسي ميثايل سيتوزين لوس اوف ستيننج فيه. تمام؟ طيب افرق بقى الباي فيزيك من الابيثيليويد، بقى الباي فيزيك فيها تو فاكتور الابيثيليويد والساركوماتويد، عايز افرق دي من دي. ايه بقى اللي ينفع معايا هنا؟ ان انا هلاقي لوس اوف اتش ام سي 5 اتش ام سي زي ما كان في الباي فيزيك لكن في بوزيتيف نيوكليير ستيننج، ده معناه ان في رياكتيف ابيثيليال رياكتيف ميزوثيليال سيلز وهنا بيعتمد ان هي تبقى ابيثيليويد فقط. الحاجه الاخيره في الديفرنشيشن الساركوماتويد من الباي فيزيك هيعتمد على السي دي كي ان 2 بيحصل له ديليشن ان ساركوماتويد تايب ما بيحصلش في الباي فيزيك بهذه الصوره. يبقى اذا انا الاميون هيستوكيمستري ساعدني اشخص الحالات اللي فيها ديبيت او تشالنجينج ان انا مش قادر اقول دي مالجننت ميزوثيليوما ولا لا، وفي نفس الوقت اعمل ديفرنشيشن للسب تايبس. خلصنا من اول ايتيولوجي، نيجي للمجموعه الثانيه اللي هو السبريد فروم الانترا الثوراسيك تيومرز وكانت اهمهم طبعا بالنسبه لنا اللانج كانسر. طيب اللانج كانسر بيعمل بيؤدي 30% من الحالات بتاعه المالجنت بلور افيوجن بتبقى نتيجه لانج كانسر. النون سمول سيل مسؤول عن 85% من الحالات. بشتغل على السيركيوليتنج تيومر سيلز اللي موجوده ومينلي الابيثيليال زي ما قلنا اللي بيحدد اللي هو الابيكام ماركر. دي اخر سلايد ازاي برضو هنعرف نفرق
الكانسر اوف انون اوريجين اللي هو في عندي متاسس وانا مش عارف البرايمري. اعتمد على تو ماركر السي كي 7 والسي كي 20 وخلينا نشوف هيستخدمهم ازاي. لو السي كي 7 بوزيتيف و20 نيجاتيف ده هيبقى اكتر مع البريست كارسينوما واللانج ادينو كارسينوما ودول عاملين متاسس في البلورا ومعانا كمان الكيدني كارسينوما. طيب لو الاثنين بوزيتيف 7 و20 يبقى ده اكتر حاجه مع الاوفيريان كارسينوما. طب 7 نيجاتيف و20 بوزيتيف يبقى ده كولوريكتال كارسينوما. لو الاثنين نيجاتيف هيبقى مع الرينال ومع السمول سيل لان كانسر. اذا عن طريق الاميون هيستوكيمستري انا شخصت مالجننت بلورال ميزوثيليوما، عملت ديتكشن اذا كانت جايه من ثوراسيك تيومر ولا لا، والناس اللي هو عندهم ميتاستاسيس اوف انون برايمري، وده رول مهم جدا في المالجننت بلورال افيوجن. سو تو كونكلود اميون هيستوكيمستري help in diagnosis and subtyping of challenging cases of mesothelioma والimmune histochemistry can help in differentiating metastatic malignant effusion of unknown primary. واشكركم جزيلا على وقتكم.